بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب، معكم محمد سعيد، والفيديو ده ان شاء الله هتكلم فيه عن مايكرويف ترانسميشن، علم المايكرويف والناس اللي عايزة تشتغل في المايكرويف. في الفيديوز اللي فاتت اتكلمنا عن الكارير باث وازاي نحدد التراك. دلوقتي بقى الناس اللي هتكمل في المايكرويف والترانسميشن والاوبتيكال هتكمل معايا في الشرح التكنيكال. طيب دي الايتيمز اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله، الفور ايتيمز دول: ترانسميشن لاين كومبوننت والمايكرويف فيرسس اوبتيكال، نعمل مقارنه ما بينهم، مايكرويف لينك ستراكشر والمايكرويف لينك اوبريشن. طيب المحاضره دي لمين؟ كل اللي مهتم انه يعرف المايكرويف لينك شغال ازاي والترانسميشن تراك والمايكرويف سيجنال. تعالوا نبدا بسرعه. اول حاجه، ايه هي مكونات لينك المايكرويف؟ او قبل ما نتكلم عن مكونات لينك المايكرويف، ايه هي الترانسميشن لاين كومبوننت؟ اي كوميونيكيشن سيستم مكون من ثلاث حاجات. ايه هما؟ ترانسميتر المرسل، والريسيفر اللي بيستقبل الاشاره، واللي ما بينهم. اللي ما بينهم ده بنسميه التشانل. طيب التشانل دي في منها نوعين، التشانل دي اما ان هي تكون وايرد او وايرلس. الوايرد دي ساعات بنسميها جايدد، والوايرلس بنسميها ان جايدد. طب ادينا مثال زي ايه. هقول لك الوايرد في منها نوع اسمه التويستد بير، كابلات النحاس اللي بتستخدمها في النت دي، وفي نوع تاني اسمه الكوأكسيال كيبل، كابلات النحاس المستخدمة مثلا في الدش، وفي نوع اسمه الأوبتيكال فايبر. طيب ده في منه نوع اسمه انشيلدد تويستد بير وشيلدد تويستد بير، ومستخدمين في الانترنت، في نقل الانترنت سيجنال في اللان. والكوأكسيال ده مستخدم في التي في ترانسميشن وفي المايكرويف، والأوبتيكال ده مستخدم في نقل الإشارات بالهاي داتا ريتس، هاير ريتس، مستخدم في الترانسميشن الأوبتيكال. طيب بالنسبة للأنجايدد أو الوايرلس، الوايرلس إحنا عندنا بقى إشارات كتيرة قوي في الوايرلس. الإنفراريد دي وايرلس، البلوتوث ده وايرلس، أي حاجة من غير كيبل، الزيج بي ده وايرلس، النير فيلد كوميونيكيشن ده وايرلس، المايكرويف سيجنال دي وايرلس، أي حاجة من غير كيبلز. بالنسبة بقى للمايكرويف، احنا عندنا الترانسميشن لاين في منه نوعين، مايكرويف واوبتيكال. علشان انقل المعلومة من مكان لمكان محتاج يا اما انقلها عن طريق لينكات مايكرويف او كابينة واوبتيكال كيبلز وكابينة الناحية التانية. تمام. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ تعالوا نقارن ما بينهم بشكل بسيط. اولا المايكرويف بيدينا مميزات وعيوب. ايه مميزات المايكرويف؟ سهل التركيب، سهل في الصيانة، الكوست بتاعه قليل، بيناسب المناطق، ينفع تركبه في المناطق الصعب مد فيها كابلات. يعني لو انت مثلا عندك جبال او حاجة عايز تركب ما بينهم سايتس، او تنقل ما بين، تنقل معلومات ما بين جبلين او ما بين مكانين ما ينفعش تمد فيهم كابل وتحفر، المايكرويف هيبقى سوليوشن محترم جدا وقوي جدا. تمام. ده بالنسبة لي المايكرويف. طيب عيوب المايكرويف بقى، ده كده بالنسبة للأدفانتج المميزات. طب الديس أدفانتج او العيوب، اول حاجة الداتا ريتس ضعيفة قوي. يعني اقصى داتا ريت تقدر تبعتها مثلا على لينك المايكرويف من 10 ل 20 جيجا بت بير سكند. طب انا عايز انقل معلومات بسرعة 100 جيجا بت بير سكند، ما ينفعش على لينكات مايكرويف خالص. طيب ايه كمان؟ لو ديستنس، المسافة ما بين لينكات المايكرويف يا شباب ليميتد. ليميتد لحد كام؟ من 100 ل 120 كيلو متر ما بين السايت والسايت اللي قصاده. يعني المسافة دي كده من 100 ل 120 كيلو متر، واقصى حاجه من 10 ل 20 جيجا بت في الثانيه تتنقل. دي الليميتيشنز او المشاكل اللي في لينكات المايكرويف. طيب بالنسبه بقى للاوبتيكال، بالنسبه للاوبتيكال اول حاجه المميزات، او الاول تعال نبدا بالعيوب. الكوست عالي شويه، تكلفه الكباين بتاعه الاوبتيكال والكيبلز عاليه شويه، محتاج تكنيشنز شاطرين قوي، need expert technicians.
تمام، محتاج ترانسديوسرز. ليه؟ لان اي سيستم الطبيعي ان هو يكون الكتريكال، لما انا هحول الاوبتيكال محتاج ليزر او ليد زائد فوتو دايود. الليزر طبعا بيحول الالكتريكال لاوبتيكال، والفوتو دايود بيحول الاوبتيكال لالكتريكال، فانا محتاج اركب الترانسديوسرز دي. طيب ايه المميزات؟ المميزات كتيره قوي بقى. اول حاجه الترا هاير ريتس، السرعات عالية جدا، اللي هي بتوصل لكام؟ بتوصل ل 25 تيرابت بير سكند و 50 تيرابت بير سكند، سرعات عالية قوي على كابلات الفايبر. تاني حاجة هاير باندوتس، كابل الفايبر ليه باندوتس عالي قوي، بيتيح لحضرتك انك تبعت ترددات كتيرة قوي عليه. اعتبر كابل الفايبر ده فلتر، الفلتر ده وايد باند، يعني بيعدي ترددات كتير جدا جدا. تالت حاجة والأهم الترا لونج ديستنس، الترا لونج ديستنس يعني ايه؟ يعني بيدي مسافات طويله جدا جدا. توصل لكام؟ توصل ل 3000 و5000 كيلو متر ما بين السايتس. طيب ايه كمان؟ ما مش بيتاثر بالانترفيرنس، نو انترفيرنس فروم الكتريكال سيستمز، يعني لو مشيت جنبه كابلات كهرباء ما فيش مشكله، لان الاشاره هنا اوبتيكال، اشاره ضوئيه فوتونز. تمام، فبالتالي المميزات بتاعه الاوبتيكال كتير جدا، بس اهمهم زي ما بقول لك هي موضوع الكاباسيتي العاليه والباندوتس العالي واللونج ديستنس، الالترا لونج ديستنس ترانسميشن. طيب لو انا بقى هتكلم عن المايكرويف لينك، مكونات المايكرويف لينك عباره عن ايه؟ اي لينك مايكرويف هدفه الاساسي نقل الترافيك ما بين تو سايتس، يعني انا عندي سايت هنا في مكان معين وسايت هنا في مكان معين، عايز انقل ما بينهم ترافيك. طيب يعني ايه ترافيك؟ ترافيك ده مثلا المكالمه، المكالمه دي اسمها ترافيك، الاس ام اس ده ترافيك، الانترنت اكسس ده ترافيك، اي معلومه اليوزر بيطلعها من موبايله او من الديفايس بتاعه بنسميها شباب ترافيك، والترافيك ده بيتحول ل 1010 ديجيتال سيجنال، ديجيتال ستريم وحايد وصفار، علشان يبدا يتنقل على الترانسميشن لاين. وبعد كده طبعا بيتحول لانالوج. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي ديفايس، الديفايس ده جواه بروسيسور، البروسيسور ده بيشتغل على الديجيتال سيجنال اللي هي ال1 وال0، بعد ما يعمل بروسيسنج هيطلع الاشاره دي عشان يبعتها على الترانسميشن لاين. الترانسميشن لاين ده نوعه ايه؟ نوعه اوبتيكال فايبر مثلا. الاوبتيكال فايبر ده بيمشي فيه ايه؟ اشاره ضوئيه اللي هي عباره عن فوتونز. يبقى الاول الديجيتال سيجنال دي اللي هي الكتريكال لازم تتحول لاوبتيكال عن طريق جهاز اسمه الليزر، ولما الاشاره توصل هنا اوبتيكال بحولها من اوبتيكال الى الكتريكال عن طريق ديفايس اسمه فوتو دايود، وبعد كده ادخلها على الكابينه اللي هي فيها بروسيسور يقودها 1 و0. طيب لو انا بس بقى شغال مايكرويف، يبقى انا عندي كابينه مايكرويف موجوده في السايت، وكابينه مايكرويف في الناحيه الثانيه السايت التاني اللي انا عايز انقل ما بينهم الترافيك. الاشاره جوه الكابينه 1 و0 وعايز انقلها، فببدا اطلعها على انتنه، انتنه دي اللي هي المايكرويف ديش، والمايكرويف ديش ده يبدا يحولها لالكترومغنيتك سيجنال تمشي في الهواء وتوصل لحد الدش اللي الناحيه التانيه يبدا يستقبلها. تمام، يبقى دي عباره عن ايه؟ دي الاشاره هنا ديجيتال 1 و0، الإشارة هنا أنالوج في الكابل، ده كابل، ده كابل نحاس أنالوج. تمام، الإشارة هنا إلكترو ماجنتيك ويف، يعني إيه؟ يعني إلكتريكال كومبوننت وماجنتيك كومبوننت على تردد عالي جدا، هاي فريكونسي. تردد كام؟ ترددات من 6 جيجا لحد 86 جيجا. تمام، طيب تعالى اديك معلومات سريعه عن لينكات المايكرويف قبل ما نتعمق في الموضوع. طيب مكونات لينك المايكرويف، اي لينك مايكرويف بيتكون من نقطتين عايز انقل ما بينهم الترافيك، النقطه دي بنسميها السايت والنقطه دي بنسميها الفيسنج، ده الاسم، الاسم الدارج في المواقع، يعني ده الاسم، اسم الشغل، لكن الاسم العلمي ده اسمه نير اند وده اسمه فار اند.
طيب النير اند ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن كابينة، الكابينة دي فيها كروت، الكروت دي عبارة عن بوردز بورد، وبعد كده في كابل متوصل من بوردة معينة، الكابل ده اسمه اي اف كابل، كابل نحاس من نوع الكوأكسيل. وبعد كده في ديفايس هنا اسمه الراو، وبعد كده الديفايس ده متوصل على الدش. وبعد كده هنا نفس الكلام الناحية التانية، كابينة فيها مجموعة من البوردز، وفي بوردة معينة طالعة بكابل اسمه الاي اف على ديفايس اسمه الراو، والراو ده متوصل على الدش. وهنا الحيز ما بين الدش والدش ده اسمه ايه؟ اسمه الاير انترفيس. لازم اضمن ان الدش ده والدش ده الاتنين على نفس الخط بالظبط وشايفين بعض. يعني ايه؟ يعني الاتنين line of sight مع بعض، على نفس خط الرؤية، line of sight اللي هو اس معناه line of sight. وده بيتم عن طريق عملية اسمها الالاينمنت، زي الالاينمنت بتاع الدش بالظبط، زي ما انت بتركب الدش الجديد في بيتك، فبيجي الفني يطلع على الروف وبيجيب معاه تلفزيون ويوصله بالريسيفر ويفضل يحرك طبق الدش يمين وشمال علشان يعمل له الاينمنت مع الساتلايت. نفس الكلام بنعمله هنا. طيب تعرف ان الترددات اللي بتشتغل في الحيز ده من 6 جيجا ل 86 جيجا هرتز؟ وتعرف ان احنا بنستخدم ديجيتال موديوليشن في ارسال واستقبال المعلومات دي، والديجيتال موديوليشن ده بيتراوح من كيو بي اس كي لحد 8192 كوام، ده اعلى حاجه في العالم. الداتا ريتس بتتراوح من 100 ميجا بت بير سكند لحد 20 جيجا بت بير سكند في لينكات المايكرويف. تعرف ان المسافات الديستنس بتتراوح من 500 متر لحد 120 كيلو متر. طيب التشانل باندوتس، التشانلز اللي بتشيل الداتا او الترافيك، بتكون في حدود من 7 ميجا هرتز، وبتوصل في بعض الاحيان الى 2 جيجا هرتز. طيب تعرف ان الفريكونسيز اللي احنا بنستخدمها في لينكات المايكرويف مقسمينها 3 اجزاء، حاجه اسمها التراديشنال باند وده من 6 جيجا لحد 40 جيجا هرتز، وحاجه اسمها الفي باند ده في حدود ال 60 جيجا هرتز، وحاجه اسمها الاي باند ده من 71 جيجا ل 86 جيجا هرتز. وبالنسبه للبولاريزيشن احنا بنستخدم الفيرتيكال بولاريزيشن والهوريزونتال بولاريزيشن، وينفع نستخدم الاثنين مع بعض وبنسميه كروس بولاريزيشن، يعني ابعت اشارات على فيرتيكال وابعت اشارات على هوريزونتال في نفس الوقت. طيب الديش سايزز اللي احنا بنستخدمها، الدش اللي هو الانتنة الدايمتر بتاعها في حدود من 2.1 متر اللي هي 20 سنتي لحد 3.7 متر. طبعا ده حاجة كبيرة جدا بنسميها اللونج هول، ولكن ده حاجة صغيرة جدا بنسميها الشورت هول، وفي طبعا انواع ما بينه. طيب ده بالنسبة للينكات المايكرو، دي حاجة سريعة جدا مش هطول عليكم. في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله نبدأ ندخل في تفاصيل اكتر عن الاشارة اللي ماشية عبارة عن ايه، والكابينة دي ايه الكروت اللي بتركب فيها، والاشارة اللي ماشية بيحصل لها بروسيسنج جوه البورد، والباور بيبقى كام، والموديليشن والفريكونسي والتفاصيل كلها في الاوبريشن بقى ان شاء الله تشرح في الاوبريشن بتاع لينكات المايكرويف. لو حد عنده اي سؤال يتواصل معايا على الكونتاكت ده الكونتاكت بتاعي، لو حد عنده اي سؤال يبعت لي، وان شاء الله اشوفكم في المحاضره الجايه. سلام عليكم.